صحافي اهتم بتاريخ جدة وكتب عن حياة أهلها، درس في السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، نال شهادة الدكتوراه ورفض لقب دكتور. الروائي والصحافي محمد صادق دياب، أهلا بكم في الراحل. مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، تاريخ ينبض بالعراقة والأصالة، البيوت القديمة والشوارع الضيقة تحتضن الأثرياء والبسطاء على حد سواء. مدينة لها من الأهمية ما جعلها نقطة التقاء بين ثقافات شرق العالم الإسلامي وغربه. إنها بوابة الحرمين ووجهة القوافل والبواخر منذ أكثر من 1000 عام. عاش سكان جدة ما بين تجارة البر والبحر، واهتم أهلها بالتعليم إلى جانب الفنون والآداب، ما خص هذه المدينة بكثير من الوجهاء والأدباء والفنانين الذين عاشوا على أرضها وخلدوا تراثها وحياة مجتمعها. أصبحت جدة في العهد السعودي منارة إشعاع بسبب ازدهار حركة التأليف وإنشاء المطابع ودور الصحافة والنشر، التي لعبت لاحقاً دوراً مهماً في انتشار هذه الصناعة داخل المملكة العربية السعودية. ساهمت الحياة الثقافية في جدة بظهور أجيال من المبدعين الذين تأثروا بما قدمته هذه المدينة لهم من نتاج تاريخها وعراقتها، فضلاً عن الحراك الثقافي الذي لا يهدأ فيها. اشتهر الأديب والصحفي محمد صادق دياب بمواهبه المتعددة وبثقافته الواسعة، بالإضافة إلى جمال روحه التي اكتسبها من مجتمع جدة الأكثر انفتاحاً على الثقافات القريبة الأخرى. محمد صادق دياب الإنسان كان حبيب كل المجالس، بابتسامته، بروحه الطيبة، بأحاديثه، بسعيه في الربط بين المجموعات وإيجاد قنوات للتواصل حتى بين الذين يختلفون سواء في مجال المهنة أو المجالات الأخرى، لأنه صار على درجة كبيرة من العلاقة بأعداد كبيرة من الناس، ولا سيما في مدينة جدة. ولا يذكر العصر الذهبي لمدينة جدة حتى يتبادر إلى الأذهان محمد صادق دياب، الذي أصبح علامة ترمز إلى أصالة جدة، وشخصية تبرهن طيبة مجتمعها واهتمامه بالتعليم والثقافة. بالنسبة لنا، أنا أعتقد محمد صادق دياب لجيلي يعتبر رمز من رموز الذاكرة الشعبية لجدة بضم الجيم. يعتبر، أنا أعتبر محمد صادق دياب نورس من تلك النوارس الحاملة للعلم والمعرفة التي تطير من جدة إلى الوطن العربي ككل. محمد صادق دياب صاحب مفردة لا يكتبها إلا محمد صادق دياب، قلم سيال يحتفظ بالإبداع والسيولة في وقت واحد التدفق. يعني أحيانا تجد المبدعين مثلا كل شهر يكتب مقال، هو كل يوم يكتب مقال بنفس الدرجة من الإبداع. محمد صادق دياب الذي تعلم وعلم قبل أن يبهر الجميع برواياته وكتبه عن مدينة جدة، إنه الصحفي الذي منح الصحافة المحلية لمسة حداثة تجلت في مقالاته وأسلوب تعامله مع الخبر أثناء توليه لمناصب مهمة في المطبوعات السعودية. ولد صحفياً، تعرف اللي يولد في جدة وخاصة قريب من البحر،
وكتاباته دائما لها هذه العلاقة بهبوب الريح والأمواج والصيادين. تحس إنه رجل فنان صحفي فنان يستطيع أن يلقط الكلمة، يكتب الكلمة من ماء البحار من الأمواج من الأشياء. محمد دياب أنا اشتغلت معه في الأربعاء، واشتغلت معه لما كان مسؤول عن الجديدة كنت راسله، وأنا كنت أيامي في الشرق الأوسط وكان في الجديدة، واشتغلت معه في إقرأ، واشتغلت معه طول اليوم. كنا دائما الجلوس مع بعض عند قهوة المحكمة أو لما نخرج من عكاظ لأيام المينا كان مربي لنا، يعني ما يفرض أشياء، ما يقول سووا هذه الأشياء، تحس أنه أخوك الكبير. عشان كذا أنا ضد أنه واحد يقول والله ما عنده إلا ثلاثة أخوان. محمد دياب ماتوا معاه يمكن قبيلة كاملة وأسرة كبيرة يعني كونها في حياته. ولد محمد صادق دياب في مدينة جدة في عام 1943. شهدت حارة البحر ولادة الطفل الصغير الذي يعمل والده بحارا يجوب البحار بحثا عن الرزق. احنا أسرة صغيرة جدا الحقيقة، يعني أسرة دياب صغيرة جدا، كانت والدي وعمي رحمة الله عليه السيد معتوق. الجميل في الموضوع انه والدي وعمي شققاء لكن الاسم يختلف، يعني ابوي مثلا صادق دياب، عمي معروف عند الناس كلهم حتى في السجلات الرسميه اسمه معتوق سيد. والدي كان بحار، امي لا يقرا ولا يكتب وكان يعني يكسب رزقه بعضلات دراعه زي ما يقول. على الجانب الاخر عمي كان من اوائل الخريجين في المملكه العربيه السعوديه اللي حصلوا على الثانويه العامه وراح مكه الى دار اسمها دار البعثات ابوي الجامعه الان كما نقول، وتخصص في الرياضيات. فعندك هنا نوع من التضارب، يعني والدي كان حريص جدا على العلم، فهو اللي هو أكبر من عمي بحوالي 20 سنة، فهو اللي كان حريص على أنه عمي يواصل دراسته دائما وأبدا ما يطلع في سوق العمل. كان يقول دائما أنا تعبت ما أبغى أخويا يتعب نفس التعب اللي أنا تعبته. فكانت أسرتنا بسيطة جدا، يعني كان والدي ووالدتي، وطبعا محمد كان أخويا الأكبر وأخي صالح الله أصغر مني، ما عندنا أخوات ولا عندنا أخوان، إحنا كنا ثلاثة فقط. ف يعني الأسرة زي ما قلت لك كان أبوي يتدرج في العمل الوظيفي، أبوي من الناس اللي كانوا يعني يحبوا العمل جدا 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 وكان جاد للغاية. فوصل من يعني إلى رئيس الحرس في ميناء جدة الإسلامي قبل ما يكون فيه هناك حراسات خاصة أو شرطة عسكرية لحراسة الميناء، فكان والدي هو رئيس الحرس في ميناء جدة الإسلامي. فإحنا تربينا في أسرة يعني تكاد تكون خلينا أقول لك منضبطة كثيرا تحت تأثير الوالد رحمة الله عليه. والدتي كانت إنسانة طيبة جدا، أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولكن طيبة الدنيا كلها تتجمع في تلك الإنسانة. انتقلت عائلة محمد صادق دياب في سنوات طفولته الأولى إلى حي الهندوية، وهو المكان الذي عاش فيه أيضا محمد عبدو وسامي إحسان وعلي عبد الكريم وطلال مداح وغيرهم. درس محمد صادق دياب في طفولته في كتاب السيد حسين عطية قبل أن يدخل إلى مدرسة الفلاح في جدة وينهي فيها دراسة المرحلة الثانوية. محمد رحمة الله عليه يعني كان أول واحد متعلم في عائلتنا بعد عمي. فالأسرة يعني كنا كلنا خالي، كنا نعيش في بيت واحد إحنا وخالي وجدتي اللي هي أم أمي ووالدتي ووالدي، وكلنا نعيش في بيت واحد في الهندوية. طبعا محمد اتولد في حارة البحر لكن نقلنا إلى الهندوية. أنا أتذكر يعني كان عمري يمكن سنة ولا شيء عندما نقلوا الأسرة من هناك إلى حارة الهندوية اللي كانت في تلك الأيام خروج عن المألوف، أو كانت يعني خارج منطقة جدة التقليدية والتاريخية كما تسمى الآن. فمحمد كان يمكن أول واحد في أسرتنا سواء من بيت خالي أو من بيت عماني أو كذا اللي كان متعلم، فأصبح هو عماد الأسرة من ناحية العلم. فكلنا أصبحت مرجعيتنا وهو القدوة لنا أنه كلنا نبغى نكون محمد دياب. فمحمد كان شخصية يعني رائعة في تعامله مع الناس وفي
حتى وفائه مع أهله مع أسرته مع حتى قبل أن يتزوج يعني. فالحقيقة إنه إحنا كنا زي ما قلت لك عشنا في حياة ما بدي أقول أثرياء، ولكن كنا قنوعين وكنا مكتفين، وكان والدي ما يأتيه اليوم يصرفه غدا، إلى أن حيل التقاعد بعد 60 عام العمل يعني وكذا أصبحت حياتنا صعبة جدا، لأنه كان التقاعد بسيط جدا لم يكن يكفي. فاضطر أبويا وهو في سن 60 أو 70 أنه يعمل في كذا عمل حر ما كان والف عليه، وكنا نصر يعني. أنا أتذكر كان محمد أو أنا كنت لسه في المتوسطة، فكنت أجي له أقول له أنا بأخرج أسيب الدراسة عشان أشتغل وأساعدك. فكانت النزعة التعليمية اللي هو ما يبغى أبنائه يتعبوا زي ما هو تعب، كان يقول لي أبدا أنا مسؤول عنكم أنت تروح تدرس، إذا تبى تساعدني تجيب علامات عالية وتنجح وتستعجل. نفس الكلام محمد بعد ما خلص ثانوية جاله وقال له أنا أبغى أشتغل، قال له ما تشتغل، تروح تكمل جامعة وتدرس وأنا مسؤول عنك. فكانت شخصية أبويا شخصية قائدة في ذا الموضوع ورائدة ومهمة جدا في حياتنا حقيقة. فلما أخذ محمد الثانوية العامة ذهب إلى الرياض إلى جامعة الملك سعود، كونها في تلك الأيام كانت ما في جامعات في جدة. ذهب إلى الرياض ومع مجموعة من أصدقائه اللي تخرجوا من الثانوية العامة، طبعا مدرسة الفلاح يعني تكاد تكون المدرسة الأم، لأنه محمد درس فيها الابتدائي والمتوسط والثانوية العامة في مدرسة الفلاح في جدة. واعتقد أنه نشأته في هذه البيئة بالذات ساعدت على أنه محمد تكوين شخصيته ليكون الرجل اللي احنا كلنا نعرفه، الرجل الشعبي البسيط اللي يعشق الناس البسطاء. فأعتقد أنه ديك التربية مروره في ذهابه وإيابه من وإلى المدرسة الفلاح كان بيمر يعني بأحياء جدا، خليني أقول ما بدي أقول الفقيرة، الغنية بثرائها وثقافتها، يمكن الفقيرة في مكنوناتها المادية. فكان يمر من منطقة باب شريف إلى العيدروس إلى حارة اليمن إلى باب مكة إلى القشلة أو قبل القشلة مش عفوا إلى حد ما يوصل لمدرسة الفلاح. في العصرية في العصر كان يذهب إلى القشلة إلى حارة الشام، وهي الحي اللي كان فيه الأثرياء البلد. فكانت خليط جدا، كانت خليط أدى إلى تشكيل هذا النموذج في محمد، إن هو يعشق هذه الأماكن لأنه عاشها. كان هذا الشاب مولعا بالقراءة والاطلاع، فضلا عن اهتمامه بما يجري من أحداث سياسية واقتصادية وفنية في العالم. بات الجلوس إلى محمد صادق دياب في مكتب مغلق يعني معرفة ما يدور خارجه بآلاف الأميال. اختار محمد صادق دياب دراسة علم النفس والتربية في المرحلة الجامعية، وانضم إلى كلية التربية في مكة. كان دياب مهتماً برصد الظواهر والسلوكيات الاجتماعية، ما جعله يختار دعم هذا الاهتمام بالتأهيل الأكاديمي. تخرج محمد صادق دياب من كلية التربية في عام 1970 قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة لدراسة الماجستير في جامعة ويسكنسن في أمريكا. تعرف دياب على نمط الحياة الغربية وازداد معرفة بالمجتمع الأمريكي الذي أخضعه علماء النفس والاجتماع من المعاصرين إلى كثير من الأبحاث، وكتبوا عنه دراسات وصل بعضها إلى محمد صادق دياب أثناء دراسته في كلية التربية بمكة. تمكن دياب من الحصول على درجة الماجستير من جامعة ويسكنسن في العام 76. بقي اهتمام محمد صادق دياب بالتعليم أولوية في حياته قبل أن يستأنف دراسة مرحلة الدكتوراه في الإرشاد النفسي ويحصل على الدرجة العلمية في العام 2009. لفت الرجل العصامي الأنظار حين رفض استخدام لقب دكتور في مقالاته أو في ظهوره التلفزيوني والإذاعي. كان محمد صادق دياب يردد بصفة مستمرة أنه مدين لمدرسة الحياة بالدرجة الأولى. في حاجة كثير من الناس يعني يمكن قد لا يعلموها، إحنا محمد في حاجة في حياته يمكن كثير من الناس لا يعلموا، أنه محمد اللي رباه ليس والدي ولا والدتي، اللي ربته جدته، وهي جدتنا والدة أمي كانت مقيمة معنا، بس هي كانت مسؤولة تماما عن محمد في كل شيء.
وهي من تتابع وهي من يعني تصر وهو من يعني يمكن السيدة هذه كانت هي من محمد يبوح لها بأسراره وهو يجلس معاها ووقفت معاه مواقف الله يجزاها خير إن شاء الله يجعلها هي ميزان حسناتها. وقفت معاه مواقف حتى بعد ما أخذ الثانوية العامة وذهب إلى الرياض شهرين كانت تبغى تذهب معاه إلى الرياض. فبعد شهر جاء قال أنا ما أقدر أكمل في الرياض يعني الدراسة اللي أنا أبغاها غير متوفرة. فنقل إلى مكة كلية التربية اللي في الأخير صارت جامعة أم القرى الآن ودرس فيها طبعا تخصص في علم النفس. فذهبت هذه السيدة العظيمة كبيرة في السن معه إلى مكة وعاشت معه وأتذكر بيتهم جنب سوق الليل في مكة المكرمة. ذهبت معه عاشت 4 سنوات تطبخ له وتغسل له وتنظفه وتوقظه من النوم وتجهز له ملابسه وفطوره قبل ما يروح الجامعة. فيعني ضحت بكل حياتها وهي الست الكبيرة تلك مقابل أنها تفضل مع هذا الشاب اللي هي تحبه كابنها. وكانت تقول هذا ابني وهو ابن بنتي يعني فتحبه حب شديد. فحتى تخرج وهو لصيق وملاصق لها يعني لدرجة أنه محمد إحنا كنا نروح عشان نشوفها نشوف جدتي نروح أحيانا يوم الخميس أو الجمعة إلى مكة. في تلك الأيام كان الخميس إجازة والجمعة فكنا نذهب يوم الخميس أو الجمعة إليهم نجدها تطبخ الأكل والمش عارف إيه ومجهزاننا وتستقبلنا بيت كامل مفتوح. فمحمد ما شعر بالغربة يعني حتى أثناء دراسته ما شعر بتلك الغربة اللي هو فحقيقة تفرغ لدراسته وتفرغ لعشقه وهو الكتابة الأدبية والكتابة الصحفية فيعني شباب محمد خلينا أقول لك كان محور الأساس هذه السيدة العظيمة السيدة مريم شماوي جدتي طبعا لأمي. حقيقة يعني بذلت جهد معاه فوق العادة الله يجعلها هي إن شاء الله في ميزان حسناتها بإذن الله وتكون يعني في جنة الخلد. فحتى بعد كده تعين في أبها أصرت إنها تروح معه. فمحمد خاف عليها من البرد فقال لها طيب أنا حروح شهرين ثلاثة وأرجع وإنتي بعد كده تعالي. فطبعا رجع بعد 4 شهور مجهزة نفسها هي تبى تروح. فمحمد قال لها أنا الآن عندي نقل إلى الطائف فبس كان يعني بيمدد في الموضوع لأنه كان خايف عليها ست كبيرة في السن وخايف عليها من البرد القارس في أبها والغربة. مكة قريبة يعني إلى جدة إلى حد كبير إنه الواحد يقدر تطلع تنزل في أي وقت لكن بالنسبة لأبها وفي تلك الأيام يعني كانت المسافة بعيدة والطيران مرة في الأسبوع وبالسيارة بتأخذ لك 10-12 ساعة. فعلى سيدة في تلك السن الكبيرة كان صعب جدا عليها. فمحمد كان حريص عليها حرص شديد جدا. فيعني محمد زي ما قلت لك يمكن بتقول لي انت كيف تربى هذه طفولته. يعني محمد كانت طفولته محورها الاساس اعتقد هذه السيدة العظيمة اللي هي ربته اكثر من اي شخص اخر. بعد عودة محمد صادق من الولايات المتحدة في عام 76 بدأت مسيرته العملية والأدبية. عمل الشاب المتقد حماساً في معاهد إعداد المعلمين حتى العام 80 ثم انتقل للعمل في كلية المعلمين في مكة قبل أن يصبح رئيساً لقسم توجيه الطلاب وإرشادهم في إدارة تعليم المنطقة الغربية. في عام 93 اختار محمد صادق دياب التقاعد من وظيفته الأكاديمية. ساهم الرجل المختص بعلم النفس بتطوير طريقة التعامل مع الطلاب واعتمد أساليب علمية لتوجيههم أثناء الدراسة والتعامل مع المصاعب التي تواجههم. إلى جانب مهامه الأكاديمية كان محمد صادق دياب يمارس الكتابة الصحفية والأدبية فضلاً عن مهامه في إدارة تحرير الصحف التي عمل فيها. أصبح دياب مسؤولاً عن الصفحات التي تتناول الأخبار المحلية والاجتماعية في صحيفة المدينة قبل أن يتولى في عام 88 الإشراف على ملحق الأربعاء الأدبي في الصحيفة نفسها.
الفترة التي أشرف فيها على الأربعاء الذي يصدر من جريدة المدينة، أعتقد أنه كان لاعبا ماهرا بين فئتين، وهي الفئة التقليدية وفئة المتزعمة أو التي كانت تقود الحداثة في تلك الفترة، فكسب وكسب الطرفين، فكان يعطي المجال للتقليديين وكان يعطي المجال أيضا للحداثيين، وامتاز بصداقة بين الطرفين. الأستاذ محمد صادق دياب يرحمه الله كان قادرا على الاحتواء رغم الاختلافات التي تكون بينه وبين من يعرفه أو من يختلف معه في الرأي، فهو يستطيع بابتسامة بتجنب الرأي المخالف والدخول في موضوعات أخرى، وبالتالي يتجنب نقاط الخلاف ويحتوي من يختلف معه في الرأي، بل أيضا ربما أحيانا لديه القدرة على التحييد بحيث أنه يبعد الخصم الذي يكون فيه نوع من الشراسة عن الدخول في معترك الحديث الذي يكون مركزا أو مركزا على عملية الاختلاف. متى تعرفت على أبو غنوة محمد صادق دياب الله يرحمه؟ أعتقد في عام 1406 أو 1407 كان عندي خرابيط شعرية قصائد، وكان هو مشرف على ملحق الأربعاء، وكان الاتحاد في ذلك الوقت فاز ببطولة كأس الملك، فكتبت قصيدة مكسرة مهلهلة رديئة وأرسلتها له وحطيت رقم تليفوني، فتفاجأت اللي يتصل اهلا بطريقه الحجازيه، كيفك يا عم احمد؟ طيب يا ابوي القصيده يعني جميله وعذبه، لكن تسمح لنا نغير فيها؟ قلت ابدا فداك يا ابو غنوه، انا معقول انك تتصل علي؟ فغير للامانه في القصيده منه ومنه لين طلعها بشكل بهيج ونشرت انا ذاك في الملحق. دارت السنين وراحت وكذا، بعدين انتقلت الى جده بضم الجيم. كانت علاقه الود بيننا ما هي قويه ولا هي ضعيفه، عاديه، كاتب بكاتب او صديق باستاذ، أنا الصديق وهو الأستاذ. حصل أني كتبت مقال عن الله يرحمه الله يقومه بالعافية العالم المصري الكبير سيد القمني، فهو يبدو أنه ما يعجبه سيد القمني، فكتب مقال بالأربعاء في ملحق الأربعاء في الصفحة الأخيرة القمني شيخ العرفج، وانتقدني فيه، فأنا رديت عليه بمقال. عند المصريين حكمة يقولون ما محبة إلا بعد عداوة، والشاعر جميل بثينة يقول: وأول ما قاد المحبة بيننا بوادي بغيض يا بثينة سبابه، السباب هو اللي قادنا. طبعا بعد الخلاف هذا البسيط سرنا أنا وياه أقرب اثنين وأكثر اثنين أصدقاء، أنا أحبه وهو يحبني، أنا أحترمه وهو يحترمني. انتقل محمد صادق إلى صحيفة البلاد رئيسا للقسم الثقافي، ثم انتقل للعمل في مجلة سيدة اللندنية. بات دياب مديراً لتحرير هذه المجلة التي كانت المطبوعة الأولى المتخصصة في مجال الأسرة. في عام 98 تولى محمد صادق دياب رئاسة تحرير مجلة اقرأ السعودية، غير أن مهمته لم تستمر أكثر من عامين. انتقل دياب في العام 2000 للعمل مديراً لتحرير مجلة الجديدة قبل أن ينهي مسيرته بتولي رئاسة تحرير مجلة الحج. جدي محمد ترأس يعني عدد من المجلات وعدد من الصحف، ويمكن الصحافة كانت هي شغل الشاغل، وإن ما كانت العمل الأساسي تبعه بحكم أنه هو كان في الإرشاد والتوجيه في وزارة المعارف في ذاك الوقت وزارة التربية والتعليم، بس يمكن كل العائلة كانت تقدر تشوف كيف كان هو شغوف بالصحافة أو مهنة المتاعب يمكن زي ما يحبوا يسموها. كان أعطاها الكثير، وما أعرف قديش أعطته، بس نقدر نشوف قديش هو كان شغوف، قديش كان مستمتع فيها، كيف كانت هي معشوقته. مقالاته اللي كان يعني واحد يعني من الحكايات اللي مستحيل أنساها، لما كنت أقعد معاه في المكتب في البيت، كان عندي تصريح اني انا اتكلم عن كل شيء مع جدي، هنحكي ونحكي وانا رغاي، ولكن لما يبدا يكتب مقاله لابد ان يعم الصمت تماما يعني ويمنع الحديث تماما. اعطى من الصحافه شيء الكثير، وبالعكس احنا قادرين نشوف الاثر حق هذا الشيء،
وكان مميز في طرحه ومميز في الأشياء اللي قدمها، كانت مختلفة وكان جزء من ذاكرة ناس كثير بحكم أنه كان بس لأنه ترأس هذه الصحف وأدارها بطريقة معينة وأخرجها بطريقة معينة، فقدر أنه يكون من ضمن ذاكرة الناس كثير. كان محمد صادق دياب يوجه رسائله وخواطره إلى القراء كل صباح من خلال عموده في صحيفة الشرق اللندنية. باتت مقالات الكاتب المخضرم مثالاً للغة الصحفية البسيطة والبعيدة عن التكلف. كان دياب يرى أن إيصال الفكرة يتطلب تنازل الكاتب عن استعراض مهاراته اللغوية والأدبية واختيار العبارات المختصرة والواضحة في شرح الفكرة. عندما نتحدث عن محمد صادق دياب التربوي نجد أنه كان نموذجاً في عمله في هذا المجال قبل أن يخوض تجربته الإعلامية، سواء بحكم تخصصه أو اهتمامه الشخصي أو تكوينه أيضا النفسي والثقافي. أيضا عندما نتحدث عن محمد صادق دياب الصحفي الزميل الذي عمل في أكثر من صحيفة ومجلة سواء في مؤسسة البلاد أو المدينة أو غيرها، في الواقع كان صاحب كلمة شفافة وسريعة ومباشرة زي ما بيقولوا تدخل القلب، مقل في كتاباته ولكنه يعني ما يكتبه، وبالتالي لا يجد صعوبة في أن يترك ما يكتبه أثر في رأيي عند المتلقي. ساهم محمد صادق دياب في صناعة جيل جديد من الصحفيين، إذ كان يهتم بتشجيع الموهوبين أصحاب الاطلاع على العمل الصحفي فضلاً عن توجيهه لهم ومساعدتهم. وجودي في الإعلام والحمد لله كان وراء الأخ محمد صادق دياب. أنا عندي 2 قدوة في حياتي. قدوتي في حياتي أحمد صلاح جمجوم الله يرحمه وحسن إليه واغفر له، والقدوة الثانية اللي هو محمد صادق دياب القدوة الصحفية، لأني لم أرى منه إلا كل خير وكل تفاهم، وحتى في المجالس الكبيرة يعني كان يقدمني بشكل كبير جدا، ولن أذكر إلا بكل خير لأنه رجل فاضل. وأنا قلت لك من البداية كريم في كل شيء، في كل شيء كريم، في فكره، في كلامه، في أدبه، في ثقافته، في عواطفه، في حنيته، في كل شيء فهو كريم. محمد صادق دياب علمنا أشياء كثيرة، أهمها كيف أنك تحب الآخر، كيف أنك أنت ما تعطي عقلك للآخر. هذه الأشياء كانت في أهم مراحل حياة الصحفية. عندما التحقت بالعمل في عكاب وبعدين التحقت في مع الأستاذ محمد دياب في الأربعاء، كنا يعني دائما مع بعض. حتى أتذكر أنا كان عندي تجربة بسيطة في كتابة الأغنية وحسيت أنها نجحت، وجاء لقاء إذاعي مع الأستاذ محمد صادق عن الأغنية الحديثة. قال والله إيش الأغنية هذه على طريقة المحببة، أغنية الناس وصلت لإيف سان لوران وشانيل، وأحد يكتب لي عن الكحل والحنة. هذه كلماتي. قلت له هل أنا سبب دمار الأغنية السعودية في رأيك؟ قال لا أنا ما قلت كذا. قلت له لا. قال لا أجل العقل الباطن، ولأنه رجل متخصص ورجل علم نفس، العقل الباطن هو اللي حطم شاعريتي في البداية، ولكن شجعني على الإخراج الصحفي. يعني أنا كنت من أوائل الناس اللي يحاولوا يتعلموا الإخراج الصحفي أسوة بالإخوان اللي يجونا يعلمونا الأشياء هذه. هو كان خلفي في نجاحي. حتى أتذكر مرة سويت صفحتين في الوسط في الأربعاء كانت كلها خلفية سوداء وبعدين صور، وكان الموضوع الفرح. قال لي قلبت عزاء. يعني في مواقف جميلة 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 جدا لن أنسى معه.
الأستاذ محمد دياب أبو غنوة. كان محمد صادق بمثابة موسوعة متنقلة بفضل اطلاعه وقراءته المستمرة. أصدر ابن جدة كتابا يتضمن حصرا وتوثيقا للمفردات العامية في مجتمع جدة، ثم أصدر كتابا يعرض تاريخ جدة والتغيرات الاجتماعية التي مرت بها. أنا علمت القراءة من محمد قبل ما أدخل المدرسة. أنا دخلت المدرسة وأنا أعرف أقرأ، لأنه كان بالنسبة لنا قدوة، فكنا نحاول نعمل زيه، فأنا وعيال خالي وعيال خالتي فكنا نحاول فعلا أن احنا نعمل زيه. فمحمد من صغره كان يعشق القراءة، القراءة خليني أقول لك المختارة، يعني ليس أي شيء. فكان حريص جدا على موضوع التراث وبالذات الجداوي، كان حريص جدا على موضوع التاريخ، كان حريص جدا على المادة اللي يحبها وهي علم النفس. فتحصله كان جامع، لذلك جمع التراث مع العلم مع طريقة أسلوبه في الطرح. يعني هتلاحظ انه مثلا اول كتاب صار عمله محمد ايش هو؟ الامثال العامية، الامثال العامية في جدة وفي الحجاز. يعني اوكي ليس اول واحد، لكن في نهاية الامر يعني هذا يعطيك انطباع هو محمد قد ايه متعلق بهذه الجزئية. ثاني كتاب 16 حكاية من الحارة، يعني برضها مربوطة بالحي وبالحارة وبطريقة العيش في الحارة في تلك قبل 60 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة. ففي عنده النزعة اللي أنا يمكن أقول عليها اللي هي حب التراث، حب التاريخ، حب الانتظار أو العودة إلى الخلف بكل جماله بكل رونقه بكل بساطته. خلينا أقول لك يعني الزمن ذاك كان بسيط جداً، فعشان كده أنا أعتقد أنه محمد لو كان متفرغ لكتابة التاريخ، يعني لولا أنه ظروف الحياة تجبر الإنسان أحيانا على أنه يعمل من أجل لقمة العيش، أنا أعتقد لو محمد تفرغ لهذا الموضوع كان ممكن يكون المؤرخ الأول لمدينة جدة. اهتم محمد صادق دياب بجدة وكل ما يمت لها بصلة، وأمضى سنوات يجمع فيها الأمثال الشعبية في مجتمعها. كتب دياب أيضا عن الحارة في جدة، ووصف الحياة فيها بتفاصيل تبرهن عشقه وانغماسه في حياة جدة وحاراتها. محمد أيضا الله يرحمه كان عاشق لمدينة جدة، وعندما يحدثك وكأنه ذلك الإنسان الذي يتحدث عن معشوقه. ألف عن جدة الكثير وكتب الكثير وتحدث في مجالسه عن جدة، وعندما يتحدث عن أماكن ووقائع في مدينة جدة فإنه يمزج التاريخ بالحكاية بالرواية بالشخوص الذين عرفهم في مراحل مختلفة. فعلا تشعر في حديثه بنكهة الحجازي ابن البلد. محمد صادق دياب عندما تذكر هذا الاسم تذكر تاريخ جدة. أنا لا أعتقد أن هناك من أحل محل محمد صادق دياب في كتابة جدة، في كتابة قصص أزقتها، حواريها، رواشينها. أنا أتمنى أن يكون هناك أكثر من مسلسل مستوحى من ما كتبه محمد صادق دياب. ما حيكون هناك لا طفل مرمي في مسجد، ولا أعتقد حصل في كتاباته اثنين أولاد صغار يحبوا بعض فوق السطوح. كلها أغاني، كلها كتابات تصلح أن تكون مسلسلات وتعبر عن تاريخ جدة وأهل جدة. ك
كتب الأديب محمد صادق روايات كانت أقرب إلى الناس من غيرها. أصدر دياب مجموعة قصصية بعنوان ساعة الحائط تدق مرتين، وهي الرواية التي طبعها في العام 84. أصدر محمد صادق كتابا تحت عنوان العباقرة فنونهم وجنونهم، جمع فيه بين تجاربه الاجتماعية والأكاديمية وحسه الصحفي في استعراض نماذج اختارها ليوصل رسالة تهم المجتمع وتبرهن اعتقاده بأن الحياة خير مدرسة. طبعا سيد محمد ألف 8 مؤلفات، ما بين القصص القصيرة وما بين الكتب التاريخية وما بين الكتب اللي هي المفردات العامة والأمثلة العامة، وتميز يمكن بأسلوبه. هو كان من القلائل اللي أجبروا التاريخ أنه يتنازل من كيف بيطل على الأشياء وعلى الحياة من علي، أجبر التاريخ أنه يتنازل لبين الأزقة ويشوف الناس الشعبية. سيدي محمد لأنه يمكن كان شخص زخم بالروايات ومليء بروايات الناس اللي كانوا يحكوله، وأهل الحارة وأهل البلد اللي كانوا دائما حواليه ومعاه، فهو يمكن حول الكثير من هذا المحتوى، خليني أسميه، من صغره إلى أن طبعا يعني توفى الله، حوله إلى روايات وحوله إلى شيء مكتوب، وهذا بحد ذاته يعتبر فن. تزوج محمد صادق دياب من السيدة خيرية عبد الحميد منصور التي يعتبرها رفيقة دربه. دامت رفقة الدرب لنحو 40 عاما، وأثمرت عن ميلاد بناته غنوة وسوسن وسماح. زي ما قلت لك، يمكن محمد الله عز وجل كده قسم له هذا القسمة، يعني ربته سيدة، رزقه الله بسيدة فاضلة، رزقه الله بثلاثة بنات يحبونه حب لا تتخيل قد إيه، وهو يحبهم حب يعني فوق المعتاد. فكان دائما وابدا، يعني اتذكر اخر بنت طبعا هو عنده غنوه وسوسن وسماح. فيعني من ضمن الاشياء الظريفه اللي انا اتذكرها في ولاده سماح وهي الاخيره، كانوا كلهم يتمنوا ولد الا محمد، كان يضحك من ذا الموضوع. فلما جات بنت قال خلاص نسميها سماح، يعني مسامحه فيما جاءت، يعني الحمد لله على ما جاء. محمد كان اخر شيء هم يشغل باله ايش نوع الجنس اللي جاي له، يعني كان لا يهتم بهذا الموضوع، يقول لك هذا شيء بيد الله مو بيدي ولا بيد احد. فبالتالي يعني كان عنده البنات دولة، يعني محمد يعني يعشقهم عشق شديد جدا، فبناته بالنسبه له كانوا شيء خيال، يعني ينتبه لهم ويحافظ عليهم فيعني ويتابع ابنائهم حتى لما تزوجوا اصبح هو برضه يعني خلف أبنائهم وبناتهم ويتابع ويسأل وانت في سنة كام وانت ليش عملت كده وانت ليش كذا وانت ليش كده، ويجمعهم كلهم حوله يعني. فكان عنده هذه النزعة الأسرية قوية جدا، مو بس بناته، يعني محمد كنا احنا كل أسبوع تقريبا نجتمع في بيته كل الأسرة، بنا يعني عيال خالي على عيال خالتي على أخوانه على عيال أخوانه، لأنه فعلا محمد هو المرجع لنا كلنا. خليني أحكي عن محمد صادق دياب الجد أولاً، لأنه كان فعلياً جد استثنائي بكل ما تحمل الكلمة معنى. هو ما كان مجرد جد استثنائي، هو كان شخص استثنائي من نواحي كثير. أعتقد أني كنت محظوظ كفاية أني أكون الحفيد الأول لهذا الرجل وهذه القامة، لأنه على قولهم قدرت أعصر الإسفنجة كاملة، أني أستقي الكثير من الحكمة اللي كان يتميز بها، من رجاحة العقل اللي هو كان مميز فيها بشكل كبير. أثره كان على العائلة بشكل عام عملاق جدا. يمكن أنا أحب أكون أناني شوية وأقول إنه أثره الشخصي لي أنا بيفرق معايا للآن، بيفرق معايا في من ناحية عملي، بيفرق معايا من شغلات كثير جدا. فكان مليان بالحب، يعني كان البيت مليء بالحب من كل النواحي، كان مليء بكل شيء يستطيع يخليك تتمنى انك تظل وتقعد وتعيش في هذا المنزل للابد. كان يمثل المنزل السعيد بشكل حقيقي. علم كل العائله، واقول انا شخصيا علمنا حتى كيف نحب،
كيف نتجوز، كيف الواحد لو بيتزوج كيف يحب، كيف يحب أخوانه، كيف يحب أهله، كيف يحب زوجته، كيف يحب. تميز محمد صادق دياب بقربه من الناس ووفائه للأصدقاء، فضلا عن تواضعه الدائم وحرصه على السؤال عن الصغير والكبير. واجه دياب مصاعب صحية في العام 2009 استدعت خضوعه للعلاج. بعد نحو عامين من المعاناة استدعى الأمر نقله إلى لندن للعلاج من المرض العضال الذي أصابه. في العام 2011 كانت رواية مقام حجاز لمحمد صادق دياب تطرح في الأسواق، التي وضع فيها أجمل عبارات الحب لمدينة جدة كان يصارع الموت في لندن. محمد صادق دياب بالنسبة لنا رجل تعلمنا منه جماليات المفردة، دائما يردد لنا يقول الملافظ سعادة، الملافظ سعد، فكان دائما يبدأ بالتي هي أحسن ولا يرد الكلمة إلا بأحسن منها، الله يرحمه بغنوة. وأنا بالنسبة لي قبل أيامه قبل سفره قليل إلى لندن للعلاج التقيت به بمركز يعرف بمركزه، والناس دائما تجتمع معه، وكان دائما يعني يتحدث معنا وكأنه المقبل الوحيد على الحياة، لا يعني لم يلتفت للمرض ولم يكن حديثه الشكوى عن المرض، لا كان متفائل عن جدة وأحلام جدة وأحلام الوطن وأحلام الإبداع، وكان دائما إذا قابلني يقول لي ها يا أحمد إيش آخر كتاب قرأته، هل قرأت كتاب جديد، طيب إيش الكتب اللي توصي فيها، الله يرحمه ويسكنه جنة النعيم. يعني أنا فعلا أؤيد من قال أن الأستاذنا محمد صادق دياب ليس له أخ أحمد ولا أخوين، لا أنا أعتقد كل من عرفه أصبح أخوه. الشيء الثاني أنه كان له مقولة دائما في خلافات الآن من هو الجداوي ومن هو جداوي، فكان هو له حديث مشهور أنا أروي عنه يقول كل من بات في جدة ليلة واحدة فهو جداوي وتنفس هواءها وأكل من طيباتها. الله يرحم محمد صادق دياب، والله يجعلنا إن شاء الله مثله في التسامح والمحبة والمودة وزراعة الخير والجمال والعطاء وبث البسمة والسعادة والروح والمرح في كل مكان. في أبريل من العام 2011 توفي محمد صادق دياب في لندن بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان. رحل دياب عن زوجته وبناته الثلاث، وترك للملايين من متابعيه مسودة رواياته التي لم يمهله الموت لطباعتها. هو توفى في لندن عام 2011 بالضبط في 8 أبريل، ونحن كنا معاه طبعا زوجته وأنا، فقبلها كان يوم جمعة هو توفى، فقبلها بيوم يعني كنا عنده جالسين معاه في الغرفة في المستشفى، و طبعا قام جلس على الكرسي وكذا وتحدث، بعدين قال أبغى أنام ودخل في غيبوبة إلى الصباح وأعلنت الوفاة. لكن الحاجة اللي أنا ما أنساها إنه اتصل بي قبل وفاته بحوالي 10 أيام، أنا كنت في جدة، قال لي تعال، قلت له خير، قال لي تعال شكلها قربت، قلت له قول لا حول ولا قوة إلا بالله ولا تقول هذا، قال لي المهم تعال. فطبعا تاني يوم أنا سافرت على لندن وكنت معه، وعلى العكس خرجنا سوا وتمشينا سوا ورحنا وكذا، يعني حاولت اني اخرجه من المود اللي هو كان فيه. معانا طبعا زوجته العظيمه السيده خيريه اللي حقيقه بذلت كل جهد للامانه، الله يجزاها الف خير. الى يوم الخميس زي ما قلت لك دخل في غيبوبه، توفى الجمعه. انا طبعا قبلها بشويتين كلمت بناته فوصلوا إليه، يعني ولله الحمد، يعني ما تقدر تقول في الوفاة، هذا قدر الله عز وجل وكلنا المتقبلين قدر الله، لكنه كان حريص
جدا انه ما يظهر لاحد حجم الالم اللي هو يعيشه، رغم انه الدكتور كان بيقول لنا في الم، يعني هو الم كبير، كان ساكت لا يشكو ابدا، يعني لا يتحدث لا يشكو، صامت في ذا الموضوع. واتذكر انه يعني في تلك الايام كتب اخر روايه له وهي الخواجه يني، حتى لم يكملها يعني وهي صدرت غير مكتمله الان. لكن يعني لاخر لحظه من حياته كانت الكتابه والقراءه ما تزال لصيقته. أدعو الله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناته، أنه حتى وهو في فراش المرض في لندن كانوا عشرات الناس من يتصلوا، مو بس عشان يطمئنوا على صحته، قال له مشكلة في منطقة معينة، قال له حاجة في حتة معينة، وكان محمد وهو من لندن يتصل بتلك الجهات ويطلب مساعدة هؤلاء الناس. فدي ميزة كانت في محمد، ما يرد أحد، يعني أي إنسان. وكثير أنت الآن، إحنا كثيرين حيشوفون الآن في هذه القناة الجميلة ويسمعوا هذا الحديث وحيعرفوا أنه كلما متأكد كثيرين من الناس البسطاء حيهزوا رأسهم ويقولوا فعلا كان واقف معانا مواقف جميلة. محمد ما كان يرد أحد يحتاجه، فرحمة الله عليه رحمة واسعة، والله يجعله هي إن شاء الله في ميزان حسناته. والله وصايا جدي كان يمكن تيجي العائلة أولا، هذا كان يمكن الشعار الأساسي اللي كان ماشي عليه محمد صادق دياب، واللي زرعه يمكن في أغلب العائلة. توجيهات شخصية، أنا أذكر دائما أنه كان يحكي لي أنه عقلك هذا ملكك لا تسلم لأحد. كان أول أحد علمني وبشكل حقيقي أني ما أكون متحيز ومتطرف لأي جهة كانت، أني أتقبل الإنسان كيفما كان بمختلف توجهاته وبمختلف أفكاره، أنت تقبل تعامله وتقبل أخلاقياته. تعلمت كيف، تعلمت شغلات كثير يعني لا تعد ولا تحصى، ولا زلت وسأظل للأبد شاكر لهذا الرجل اللي لا زال يحتل مساحة كبيرة جدا من عقلي ومن قلبي ومن حياتي صراحة. عاد محمد صادق دياب إلى جدة التي عاش فيها ومن أجلها، ولكن هذه المرة في تابوت مغلق. توافد المئات من أهالي جدة ومن أصدقاء وزملاء الأديب الراحل إلى مسجد الجفال للصلاة على فقيد جدة، قبل أن يدفنوا جثمانه في مقبرة أمنا حواء. والله أنا أتذكر اليوم اللي سمعت الخبر، أنا كنت في لندن أياميها، وما أعتقد إن شفت أحد ما بكي بصراحة، سواء من أبنائي، لأنه بنتي بيان كانت تحبه كثيرا، وكان علاقة أسرية مع زوجته الله يسلمها خيرية، يعني حياتنا كانت مرتبطة بشكل عام، كأنه واحد من الأسرة مات وأنا ما تحملت. وطبعا لما جيت العزاء برضو ما تحملت، وكل الناس يعتقدوا أني أنا طبعا أخوهم الأسمر، يعني هم تعرف بيض. خبر وفاة جدي كان يمكن أقسى شيء حصل لي في 27 سنة الماضية. خبر وفاته أقدر أقول إنه غيرني 180 درجة. وجدت نفسي شخص عمره 20 عام لازال طفل، وفجأة استوعب أنه هو عمره 20 عام، لأنه تعود أنه الحياة متكئة على جده، ولكن اتضح له أنه جده ما عاد موجود، فصار لابد أنه يبدأ يتعلم الحياة من الأول، وهذا هو كان دوره، هو كان الجدار اللي يتكئ عليه الجميع. فلما رحل اختلف كل شيء، وأصبحت الحياة بلا طعم حقيقي. الأثر اللي تركته أو اللي ترك وفاته أو خبر وفاته كان صاعقة حقيقية. يمكن ما في شيء يستطيع إنه يوضح قد إيش كان خبر مؤلم جدا جدا جدا. يعني من 7 سنين أنا ما بكيت، والسبب إنه جدي مات وأخذ كل البكاء معه،
فما عاد صار في حاجة تقدر يمكن إنها تنزل البكاء. تمكن محمد صادق دياب من احتواء الجميع برحابة صدره وطيبة قلبه قبل أن يجمعهم على محبته في يوم الوداع الأخير. Thank you.